السلام عليكم إخواني. Welcome to another lesson about always the activities of fourth year primary school book of English. أهلا بكم دائما في يعني تمارين أخرى من كتاب اللغة الإنجليزية سنة الرابعة. اليوم رانا مع البيج نمبر 13 صفحة 13. دائما محور يونت family and friends. family العائلة and friends الأصدقاء. عندي هنا نشاط رقم واحد يقول لي I read and write. I read I أنا read أقرأ read أقرأ والباس نتاعها هو read قرأ read نقول read قرأ read أقرأ and write وأكتب. I read and write أقرأ وأكتب. ثاني فقرة صغيرة هنايا فقرة صغيرة قال لي أقرأها نقراها التلميذ تاعنا. Hi مرحبا My name is Masil. هنا عندي Masil ليس نجيب اسمي هو مسيل. I am 10 years old يعني عمري 10 سنوات. I have one brother عندي أخ واحد واحد brother أخ and two sisters وتو اثنتين sisters أختين. My brother is 23 يعني أخي عمره 23 سنة. My sister Kenza is 13 أختي كنزة عمرها 13 and Celia is 3 وسيليا أخته كذلك عمرها 3 سنوات. هذا هو يعني تقديم للفاميلي أسرة نتاع فاميلي of Masil. Masil التمرين الأول هنا عن تمرين بنية على هذا يعني التقديم الفقرة هذه. Task 1 التمرين الأول Fill in the gaps. Fill in معناته إملأ. Fill in إملأ the gaps الفراغات with words from the text. With words يعني بكلمات words كلمات from من the text النص يعني هنا أعطاني جملتين they contain gaps فيهم فراغات فراغات وقال لي املأهم من النص حسب ما موجود في النص. I am بعد هنا أعطاني فراغ years old يعني أنا عمري كم. هنا الفقرة هذه تخص أو جملة تخص مسيل. I am مش عندي فقرة عندي I am 10 years old. I am 10 years old. هنا التلميذ يكتبها بحسب بالرقم 10 أو يكتب ذلك 10 بالحروف رقم أو حرف بالحروف. I have فراغ brother أخ and فراغ sisters أخوات. مش قلنا هنا مسيل قلنا السطر الأول I have one brother نكتبه هنا one حروف أو بالأرقام brother and two sisters two يعني اثنين حروف أو بالأرقام two sisters كلاهما صحيح. task 2 التمرين الثاني يقول لي complete the table يعني أكمل الجدول with words from the text بكلمات from the text من النص كالعادة دائما النص. أعطاني هنا جدول فيه يعني صفين أو طابقين يعني. الطابق الأول صف الأول فيه أرقام وإحنا مطالبين إنه نحول الأرقام إلى حروف يعني نكتب الرقم هنا بالأعداد في الطابق الأول أو الصف الأول ثم في الصف الثاني نكتب إحنا بماذا بالحروف والعكس لما في الصف الثاني أعطاني أرقام مكتوب بالحروف أنا نكتبها بالصف الأول بالأرقام. إذن عندي هنا في الصف الأول رقم 3 ما هو بالإنجليزية هو 3 إذن نكتب أسفل هنا 3 نكتب 3 T-H-R-E-E 3 ثم الخانة الثانية أعطاني بالحروف رقم وهو 10 ما هو 10 هو 10 نكتب هنا 10 1 and 0 فوق 10 هنا أعطاني 23 20 و 3 20 قلنا 20 و 3 هي 3 إذن 23 نكتب هنا بالأرقام 23 في الأخير صف الأول أعطاني 13 صف الأول 13 يعني 13 نكتب هنا بالحروف 13 هذا هو حل هذا التمرين. ثم
تاسك 3 تمرين ثالث قال لي ري اوردر، عندي اوردر رتب وري اوردر معناتها اعيد ترتيب، ري اعيد اوردر ترتيب ذا ليترز الحروف اند رايت ذا نمبر ان فول، يعني هنايا اكتب الرقم كاملا. اعطاني هنايا ثلاث اعمده اي بي سي، في اول كل عمود عندنا رقم، هنا 17 وهنايا 20 في البي وفي السي عطاني 26، وقال لي اكتبهم لي يعني قرب كل رقم اكتب لي الرقم هذا بالحروف، لكنه يعني حروف غير مرتبه انا مطالب ان ارتبها. اذن هنا التلميذ يحاول يرتب الحروف هذه باش يكتب الرقم 17 بشكل صحيح، وهذه هي الكتابه الصحيحه. ها 17 نفس الشيء مع بي، اعطاني 20 وقال لي اعيد ترتيب الارقام اللي راهي غير مرتبه الحروف اللي غير مرتبه باش تكتب الرقم 20 بشكل صحيح. اذا نرتبها نكتب 20 هكذا 20، هذه كتب صحيح لي 20 20، واعطاني الان 26 في السي 26. اذا حروف هنا غير مرتبه وعندي هنا خانه فراغ بين 20 و 6، رتب اولا 20 كما اللي قبلها، نكتب 20 كما اللي قبلها 20، نخلي الفراغ العاده ثم نكتب 6، نقلب حروف الاس من بعد الاي من بعد الاكس، وهكذا نكون كتبت كل ارقام بالحروف بشكل صحيح ومرتب ومنظم. ثم في اخر صفحه عندي هنا نشاط ماي هاند رايتنج بعنوان ماي هاند رايتنج، يعني رايتنج كتابه، هاند رايتنج كتابتي بيدي، كتاب باليد، ماي هاند رايتنج كتابتي بخط يدي. ها اليد هي الهاند، رايت كتابه، كتابه اليد يعني كتابتي باليد. يقول لي هنايا write the sentence، اكتب الجمله on your copy book، اعطاني جمله على كراسك، on على الكوبي بوك هو كراسك، اعطاني جمله وهي my uncle is 30، يعني خالي او عمي، ها انا خالي is 30 عمره 30. نشوفوا الان هنايا كيفاش مكتوبه my uncle is 30. التمرين هذا هدف منه ماذا؟ تدريب التلميذ على انه يعني يحترم السطر ويكتب بشكل منظم حروف باللغه الانجليزيه، ها حروف المتلاصقه هنا ليست حروف يعني نتاع الكمبيوتر، بخط يده بخط يده. كما نلاحظوا هنايا انه الحروف كلها فوق يعني سطر منتظمه، عندي فقط الواي في ماي اسفل السطر الثخين هذا الازرق، ها ها عندي واي هنايا اسفل العقد نتاعها اسفل، وكذلك 30 في اخر 30 عندي هنايا يعني اخر الواي فيها ثاني هابطه تحت السطر، اما بقيه الحروف نكتبوها فوق السطر، ها سواء كانت يعني فقط فيها مليمترين او مليمتر، او كذلك تكون يعني طويله كما الام والال والتي والاتش، ها نوعا ما طويله، لكن تحت السطر ما يهبط حتى يعني حرف الا الواي. My uncle is 30، هذا قضية تدريب فقط. الأستاذ الصبورة يدلم خط كأنه خط نتاع الكراس ويعلمهم فيكتبوا ها باحترام يعني الخط هذاك ما يفوتوش ما يجوزوش إلا الواي، ينزل عقدة في كلا يعني حرفي الواي في التمرين. أخيرا عندي I sing and have fun، I sing أغني and have fun وأستمتع وأستمتع كالعادة. هنا أعطاني يعني اقترح عليا أغنية Finger Family يعني أسرة الأصابع أو الإصبع، شفناها قبل هذه أغنية أو قصيدة شكل أغنية أنشودة فيها يعني مقاطع، كل مقطع يمثل لي أحد أفراد الأسرة، ها وشفناها قبل دادي فينجر ما دادي فينجر مامي فينجر وهكذا، شوفوها شفناها قبل ونشوفوها الآن. أستاذ ماذا به مثلا كتب مقطعين أخرين مثلا في السبورة ويستعمل الهاتف في المقال تاعو يسمعهم الأغنية من أجل أنه يكرروا معاه ويعاودوا يراجعوا معاه أسماء الأسرة، فادر دادي فينجر مامي فينجر ها بيبي فينجر الرضيع وهكذا. شكرا.